Hi everybody, men, women and relationships. According to my teacher Claire Zammit, when you are going out to meet a man, what do you need to take with you? Number one, drop yourself in your body. Stay away from your head that tells you funny, strange things. Number two, open, curious and receptive. لما ست بدها تطلع مع رجل وتتعرف عليه شو بدها تعمل اول اشي؟ اول اشي بدها تنزل طاقتها من هون لا جسمها حتى ما تخلي العقل يخدها شمال ويمين ويحلل زيادة عن اللزوم. نمرة اثنين بدها تكون تتحلى بهدول الثلاث شغلات منفتحة نمرة واحد نمرة اثنين حب الاستطلاع ومحبة المعرفة ونمرة ثلاثة تكون تستقبل وفاتحة كل طاقاتها للاستقبال. شو رأيكم؟